لا 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 يا ابوي، الموضوع مزري وزاد عن حده. الحفلة كلها عليك يا ياسر، لازم تشوف لك حل. طيب وش تبيني اسوي؟ اطلع معاها بس واعتذر منها. يا عيال سكتوا ذا تكفون، سكتوا ولا ادفنه في الارض الحين. ياسر اهدى اهدى اهدى، ايش فيك معصبي بالحلال؟ تدري عاد، تدري عاد ان مشكلتك سهلة وحلها بسيط جدا. شوف، سوي لك عمل خير كذا وصوره وثقه ونزله في التيك توك، اوكي؟ مثلا مثلا يعني اصبغ لك جدار مدرسه. طيب وزع مويه في المساجد. واقول لك سدد فاتوره انسانيه، بس لازم تكون ايش؟ متاثر. صدقني راح يتغير اسم ياسر الهطف الى ياسر الكفو. عز الله انك جبته. سلام عليك. عليكم السلام. ايه درج انت ورا ما ترد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت ورا ما ترد على جوالك. يا ابن الحلال مصمت، اشغلتني ذا الاشعارات، وش كنت تبي؟ لقيت لك حل لياسر هطف. ما احتاج حلولك، تركي عطاني حل يحب قلبك. قال لي سو اي عمل انساني وثقه في التيك توك، كل اللي قالبين عليك يرجعون يحبونك ويعززون لك. سلامات يا ابوي، هذا اسمه نفاق، لانه عشان الناس مو علشان ربي. بعدين ما لقيت حل الا من تركي. تركي نصاب ومهايطي. اسمع الحل اللي عندي البطل، امشي معي. ألبوم الرابع. هذا شلون فاز ذا؟ يا رجال حاط بوتات ولا تسمى فاز هالهدر. الحين متأكد ان هذا هو اللي بيلقى لنا حل يا عامر؟ ايه متأكد. اهدا تكفى عامر، تتكلم معه انت، وضعه موترني مرة وخاف يجيب العيد. خلاص انت لا تصير ورع، هد هد. الحقيقة يا اخ جورجيو. جورجيو، اسمي جورجيو. لو كررت هالخطأ مرة ثانية أقفل الاجتماع هذا كله وامشي. الحقيقة يا أخ جورجيو، كذا صح؟ ما كان لها داعي أنك تنشر الهوش اللي صارت في البث. الله يهديك، أنت بخور سوق ما ترتاح لين انتشر كل شيء. ولا أنا ما كان ودي أنشر، بس منال، منال هي اللي ضغطت علي، سوت مونتاج وقصت المقطع وأرسلت لي وقالت انشر انشر، وأنا ما قاوم النشر. الله لا يوفقها، حتى ذولي مكلمتهم. ذولا ما يحتاج أحد يكلمهم، أي شيء أنا أنشره على طول ينشرون بعدي على الريحة، ولا لا؟ إلا طيب وش الحل الكائن اللطيف ذا؟ ترى ذبح التنمر. شوف في حل، بس بالأخير هو مجرد اقتراح، تبي تسويه ما تبي تسويه أنت حر يا أخ هطف، قصدي يا أخ ياسر. أنا لو منك أصور مقطع فيديو وأرد عليها وأحط حد للي صاير. طيب وش تبيني أقول؟ شوف لك أي عذر، قل أنا ما أنزل لمستواك، أنا ما عندي وقت أضيع معك، أنا متربي وولد ناس وما عندي وقت للمهاترات. مع أنها والله ما تمشي، يعني اللي شافوه الناس واحدة حشرتك وأنت نحشت من البث. والله ما نحشت يا ابن الحلال، واحد من العيال الله لا يوفقه إن شاء الله فصل المود في نص البث. حلو، اطلع وقل الصدق، مو بيقولون الصدق من جاء. قل واحد من العيال فصل المودم وأنا كنت بسوي وبفعل وبفعل، بس صار اللي صار. سوي المقطع وضبطه ومنتجه وارسل لي وابشر بالنشر. وذولا يا ابن الحلال، قلت لك ذولا لا توصي، اي شيء انشره هم وراي على طول، ولا لا؟ يلا